بالنسبة إلى المرأة التي تفطر في رمضان الحق، هل يجوز لها أن تأكل أمام أولادها عندما يكونون لم يبلغوا الحلم مثلا؟ يعني إذا كانوا يجوز، لكن هل يستنكرون ذلك ويقولون يا أمي ليش لا، إيش؟ إنهم بما أنهم يدرسون يعرفون يدرسون في 10 سنوات نعم. 9 سنوات عموما إذا يعلمون أنه يعلمون أنها معذورة، يعلمون أنها معذورة بالنسبة للصلاة والصيام، ولكن نحن في العرف بيننا لا تأكل أمام أحد. نعم، لذلك هل هذه رخصة نستطيع أن لا عموما من ناحية الجواز وعدم الجواز في الشريعة فيجوز، ما دام أنك تأكلين بعذر فيجوز، لكن أنا أعني أحيانا يكون الأمر محرجا أمام الصغار ويبدأون يقولون يا أمي لماذا ما صمتي، فتقول الأم أنا معذورة ما نوع عذرك، فتقول أنا عندي كذا ما هو هذا الكذا، فيحصل نوع من الإحراج. فإذا لم يكن هناك إحراج فالأمر في ذلك يعني سهل إن شاء الله.